السلام عليكم، ازيكم؟ من سنة خمسة معاكم زميلتكم سارة رضا. بإذن الله نكمل المحاضرة التانية. أنا قلت لكم المحاضرة الأولانية امبارح، إن شاء الله نكمل النهاردة المحاضرة التانية من الـ Evidence Based Medicine. معلش أنا طولت عليكم المحاضرة اللي فاتت، بس والله غصب عني انتوا لازم، عشان بصراحة المحاضرة دي كانت عاملة إعاقة لناس كتير، فعشان كده أنا استفدت معاكم بيها بحيث ان الموضوع يوصل بأكمل وجه يعني، وأتمنى أن هو يكون وصل سريعا. قبل ما نبدأ النهاردة في عنوان محاضرتنا اسمه الاسكينج كلينيكال كويتشن، سريعا ألف لكم لفة كده على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. قلنا ايه هو المفهوم بتاع الإيفيدنس بيزد ميديسن، وتعرفنا على ان لازم يكون الاي بي ام، الاي بي ام اللي هو الإيفيدنس بيزد ميديسن بتاعي، لازم يكون عندي سيستماتيك عشان اعمل براكتس له. قلنا ان احنا لازم يكون عندي سيستماتيك ريسيرش، سيستميك ريسيرش، ولازم يكون عندي اكسبيرتس واهتم قوي بالبيشنت فاليوز اند الاكسبكتيشن. اتفقنا ان هو بيعتبر لايف لونج اس دي ال، وان احنا ما بنستغناش عنه في حياتنا العاديه او اليوميه، ومعناه اساسا ان انا بيكون معايا دليل قاطع على الحاجه اللي انا بعملها دي. يعني من الاخر عشان تاخد قرار في حاجه في وسط زحمه المعلومات اللي انت فيها، انت بتحاول الايفيدنس بيزد ميديسن ان هو بيمكنك انك توصل لاجابتك، اجابه السؤال اللي بيدور في دماغك في وسط الزحمه الكتيره اللي حواليك دي، وتاخد قرارك سواء عايز تاخد قرار في علاج، تاخد قرار في دايجنوستيك تيست انت بتشتغله، تاخد قرار في بروجنوستيك تيست انت عايز تعمله. كل الحاجات دي مين اللي بيحدد مصيرها في الاخر؟ هو الايفيدنس بيزد ميديسن. يبقى هو بيمكنني ان انا اخد قراري وانا واقف بكل ثقه، وابقى ضامن ان شاء الله باذن الله ان الحاجه دي صحيحه، وان الحاجه دي هتفيد العيان، سواء انا بعمل دايجنوزس، سواء بنعمل بروجنوزس، سواء بنعمل تريتمنت للعيان اللي قدامي. يبقى ادي كل الفكره، تمام؟ النهارده باذن الله نكمل الموضوع. دي البوينت اللي احنا المفروض نعمل لها كفر اثناء المحاضره، ودي الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. قلت لك ان انت برضو بتتعرف في المديول الكورس بتاعك، الهدف منه ان انت تتعرف يعني ايه الكونسبت بتاع الاي بي ام، لازم تعرف المفهوم بتاعه تتعرف عليه. قلت لك هيجي لك يا اما ديفينيشن لو انتوا عندكم ريتن، يا اما هيجي لي في الام سي كيو يعني يقول لك المفهوم ويقول لك ايه ده، او يجيب لك حته ناقصه في المفهوم ويقول لك اكملها يعني، تمام. تاني حاجه بيعزز الموضوع ده الليتريتشر سيرش سكيلز، كمان هيعرفك على التايبس بتاعه الاستادي ديزاين اللي احنا هيتكلموا عليها بعدين، والليفل والجريد بتاعه الريكومنديشنز، وبتعمل ازاي كريتيكال ابريزل لاي بيبر انت بتشوفها. دي الهدف بتاع المديول كله، ملكوش دعوه بالسلايد دي، ملهاش اي 30 لازمه. ريممبر، تذكر ان المديول كله اصلا عباره عن سكيلز مهارات، وقلت لك اوعى تفوت راونداتك، عشان كده عشان هتتعودوا حاجات هناك في الراوندات. اولا هيبني عليها شغل عملي، هيبني عليها شغل نظري، سواء ميد او فاينل، تمام. فهو الموضوع كله اول عن اخر عباره عن سكيلز، شويه مهارات. قلنا برضو ان السلايد دي مهمه. ليه الايفيدنس بيزد ميديسن مهم وان انا بحتاجه وبلجأ ليه؟ لان انا عندي تو ميني بيشنت، عندي ناس عيانين كتير، ما بقدرش ان انا يعني عندي عيانين بمشاكلهم كتيره، فما بعرفش اخد قرار في كل عيان بيطرح في دماغي سؤال. السؤال ده ببقى عايزه اوصل لاجابته، هوصل لاجابته هروح بقى اقرا كل البيبرز دي عشان اتاكد من الاجابه، ولا بيبقى هم عملوا اجراءات وعملوا حاجات، قصدي عملوا ستادز يعني دراسات وكده، واثبتوا ان الحاجه دي او التست ده مثلا هو الكويس في المرض، في المرض اللي انت واقف قدامه ده، فانا اقوم عاملاه على البيشنت بكل سهوله وفي اسرع وقت. يبقى البيشنت ما ماتش منك، ما خدتش وقت كتير في ان انت تبحث وتعمل سيرش على المعلومه بتاعتك، ده انت لقيتها فورا ومتاحه معاك. ده الايفيدنس بيزد ميديسن، هو بيمكنك من الموضوع ده. يبقى احنا ليه بنلجأ له؟ عندي ميني بيشنت، عندي ميني بروبلمز كتيره وجورنال كتير، مش هقعد اقرا كل ده، ده انا عايزه حاجه زي الزتونه من الاخر، انفورميشن اوفرلود زياده عن اللزوم، ما عنديش وقت اقرا كل ده. ولما بتيجي تقرا الحاجه الفاميليار ليك، الحاجه اللي انت مهتم انترستد بيها، ما بتقراش كل حاجه، انت بتقرا الحاجه اللي تفيدك في الموضوع بتاعك، تمام. يعني انا معلش يعني ما بقاش واقفه قدام مريض بتاع بيبتيك ألسر واروح اقرا في حاجات كانسر، او ان انا اروح اقرا مثلا في حاجه بتاعه كدني او اي حاجه رينال. يعني انت واقف اصلا في جي اي تي تروح تقرا عن رينال ليه دلوقتي؟ احنا بنتكلم في جي اي تي، تمام. فبتهتم بالحاجه اللي انت واقف قدامك. افويد ذا ديفيكال ايشو، تجنب بقى اي حاجه صعبه عليك، انت بس ركز في الايه، ركز في الحاجه اللي في ايدك. من الاخر قلنا طبعا ده المفهوم اهو، قلت لك هيجي في الامتحان.
مؤكد جاي لكم في الامتحان، اللي هو it is approach to health care practice and which is the clinician is aware. لازم يكون على درايه بالإيفيدنس الموجود معاه، ومش بس كده، ده كمان هو هيستعمله في ممارسه المهنه الطبيه بتاعته، وكمان يكون على درايه بالسترينث، قوه الدليل اللي معاه. زي ما قلت لكم، لو هو بيستعمل دواء ولا حاجه، انا مش عارف استعمل الدواء ده ولا الدواء ايه ولا بي، انت عارف ان الافكاس بتاعت الدواء ايه 40% والافكاس بتاعت الدواء بي 80%، والاثنين بيعالجوا نفس المرض، فاستعمل انهي واحد بالمنطق وبالعقل؟ مين اللي قالك ان الافكاس 40 و80؟ الايفيدنس بيست ميديسن، وبناء على ذلك انت قلت ال80 اكتر، فهو اللي هيفيد اعلى وهيدي نتيجه احسن، فاستعمل الدواء رقم بي. يبقى فادك ولا ما فادكش؟ ما هو قالك الافكاس بتاع الدواء هو، لو ما كانش قايل لك الافكاس بتاعت الدراج كنت هتقف في دايلما ان انت مش عارف ايه الفرق ما بين دواء A و B. الاثنين بيعالجوا نفس المرض، والاثنين فيهم مثلا ماده فعاله واحده بس التركيزات مختلفه، انت مش فاهم ان في تركيزات مختلفه. الايفيدنس بيست ميديسن مكنك ان يعرفك الحته دي، فالسترينث بتاع الايفيدنس اللي قدامك مهم مهم مهم. الثلاث حتت اللي انا قلت لك عليهم دول، اللي هو الايفيدنس بيست ميديسن بيهتم بالبيست كلينيكال ايفيدنس، كلينيكال اكسبيرتس، والمفروض كلينيكال ايفيدنس اللي هو السيستماتيك سيستميك ريسيرش، تمام؟ اول نقطه دي المفروض فيها سيستميك ريسيرش، كلينيكال اكسبيرتس الخبره، تمام. وثالث حاجه الفاليو والسيركمستانسز، وانا شرحتهم لكم في الفيديو اللي فات، مش هشرح تاني عشان الوقت. الخمسة A's، خد بالك من كلمة A's، أنا نسيت أقولها لكم خمسة A's دي المرة اللي فاتت في المحاضرة، لكن أنا قلت لكم الأسك والأكوير والأبريز والأبلاي والأسس، وقلت لكم إزاي بنمشيها، وقلت لك إن لما بنيجي نرتبهم بنرتبهم إن ده رقم واحد، دي رقم اتنين، تلاتة، أربعة، أدي خمسة، تمام؟ يبقى الأسك والأكوير والأبريزل والأبلاي أطبق وأسس أقيم في الآخر. لازم تعرف كل واحدة فيهم واخدة الرقم رقم كام. يجي يقولك الخطوة رقم ثلاثة، هل أنا بعمل أسك ولا أكوير ولا أبريز ولا أبلاي ولا أسس؟ هتقوله إن أنا بعمل أبريز. الخطوة رقم خمسة بتدل على إيه في الخمسة إيز؟ يبقى الخمسة إيز بيجي يقولك لو جالك ريتن هيقولك أذكر لي إيه هما الخمسة إيز بتوعك. خمسة إيز ما ننساهمش، دول مؤكد جاي فيهم. إحنا جالنا في الميد في سؤال بالميد، وسؤالين اتنين فيهم في الفاينل، فأكيد أكيد جاي لك سؤال إن شاء الله بإذن الله. هنا بقى هنبدأ المحاضرة الجديدة، ده كلها معلومات كانت في المحاضرة الأولانية، وأنا قلت لكم في المحاضرة الأولى إن المحاضرة التانية فيها جزء من المحاضرة التانية، جزء من المحاضرة التانية فيها جزء من المحاضرة الأولى، معلش. فهو ده الجزء بتاع المحاضرة الأولى، أعتقد إن أنتوا المفروض اللي سمع المحاضرة الأولى هيكون عارف الحاجات دي باستفاضة شرحها هناك، واللي ما ذكرهاش أو ما عرفهاش يرجع للفيديو الأولاني. نيجي بقى من أول هنا، انت بتقولي في اول، قلتي لي في اول العنوان خالص، قلت لك ايه عنواننا، ايه اسمه؟ الاسكينج كلينيكال كويتشن، صح؟ يعني ازاي اسال سؤال طبي؟ ايه ده، هو في طريقه؟ في طريقه، وفي طريقه ازاي تبحث، ماشي؟ تعالى بقى هنعلمك ازاي تسال سؤال طبي. كاتب هنا بيقول لك التشالنج اوف الكلينيكال كويتشن، يعني هل كل واحد فينا عارف كل حاجه؟ تبقى كذاب لو قلت ان انت تعرف كل حاجه، خلاص؟ مفيش حد فينا عارف، مفيش حد كامل، كمال اللي وحده، تمام؟ مفيش حد فينا عارف كل حاجة، انت مش كامل، خلاص؟ فهل do we know everything؟ هل احنا عارفين كل حاجة؟ لا، احنا مش عارفين كل حاجة. ففي اسئلة بتنطرح في دماغنا، questions spring to mind، في اسئلة بتيجي في دماغنا، بتنط كده في دماغنا، مش ساعات وانت واقف كده بتيجي سؤال في دماغك والدكتور عمال يشرح، تبقى هتون وهتموت وتعرف اجابته، صح؟ هو ده بقى. واحنا بنمر على الدكاتره، واحنا بنمر سوري على المرضى، سواء في استقبال طبيب امتياز او نائب او حتى استشاري، وهو بيمر على المرضى او بيتعامل مع المرضى في حياته، بيجي في دماغه اسئله وبيبقى عايز الاجابه عنها، فده اللي بيخليه عنده شغف وان هو يروح يدور على الاجابه، صح؟ فبيقول لك do we know everything؟ اكيد لا. Questions spring to mind، بتيجي في عقلنا مرة واحدة كده أسئلة غريبة. Different form of the questions، أسئلة مختلفة، تمام؟ طبعا احنا كلنا عندنا knowledge gap، يعني ايه؟ مهما لو كان الدكتور ده، حتى لو كان استشاري دكتور كبير وعجوز وشعره شاب كده، هتلاقيه برضو عنده نقص في المعلومات، هتلاقي عنده knowledge gap. يعني ايه gap؟ يعني عنده يعني ما يعرفش بعض الحاجات برضو. شوف، رغم ان هو كبير ومر وخبره وعنده خبره كويسه في الـ في الـ في الـ في مجال الطبي وكده، الا انه هتلاقيه برضو عنده مشكله وعنده نقص في المعلومات بتاعته. مين اللي يسد الجاب دي؟
ال evidence based medicine. لما يكون طرح في دماغه جه في دماغه سؤال، لازم اقوم وبسرعه اطرح السؤال ده على حاجه اسمها البيكو باب ميد، هنتكلم عليه بعدين. الويب سايت ده بيمكنك ان بيجاوب على اي سؤال ممكن ينطرح في دماغك ويديك الاجابه بتاعته. لو اجلت سؤالك ده يعني هيروح من بالك، ممكن يجي تاني في طريقك وانت ما تبقاش عارف اجابته، في سبيل ان انت لو كنت عرفت اجابته من الاول كنت عرفته تاني مره لو انطرح قدامك تاني. هيجي عليه اسئله جديده وده هيكون القديم فيترمي من دماغك خالص ومش هتعرف. فانت فايندينج الانسر دي حاجه تشالنج، ده حاجه فيها تحدي وفي حاجه فيها شغب، بتبقى نفسك هتموت وتعرف الاجابه، يقولك انا هموت واعرف بس اجابه السؤال ده. ودي فعلا حاجات انا بقابلها انا شخصيا كطالبه اهو، يعني انا لسه طالبه وكلنا اكيد بيقابلنا نفسي اعرف اجابه السؤال ده. فال الايفيدنس بيست ميديسن هو بيفهمك. فبيقول لك هنا برضو طبعا السلايد اللي فاتت دي كالعاده هقول لكم دي ما لهاش اي 30 لازمه، انا بس بيفهمك الدنيا رايحه فين، يعني مش هيجي فيها امتحان. يعني سورس اوف ذا كويتشن ممكن تيجي امتحان، تيجي في الامتحان بس ما جبتهاش قبل كده. ايه هي مصادر الاسئله؟ يعني انت الاسئله دي بتجيلك منين؟ ايه المصدر بتاع السؤال؟ اول حاجه ان انسرد كويتشن فروم ذا فاست، واحد قاعد كده بيشرب كوبايه القهوه بعد ما خلص النبطشيه بتاعته وكان بيمر على المرضى وانطرح في دماغه سؤال، ده عم محمد اللي كان في الدور الفلاني الدور الخامس اللي كان عنده ارتجاع مريء، جه في بالي سؤال وانا عايز السؤال ده عايز اجابته، يبقى حاجه في الباست اهو. ان انسرد كويتشن انت ما جاوبتوش، فممكن يكون السورس بتاعك انت كويتشن ما جاوبتوش وانت عارفه من الباست، او نيو انفورميشن اون انكويري وانت قاعد كده والدكتور عمال يشرح ويشرح 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 ويديك معلومات جديده، هوب طرح في دماغك سؤال. طب هو ليه يا دكتور ليه ده بيعمل، ليه مثلا المرض الفلاني ده بيدخلني في الكومبليكيشن الفلانيه؟ طب ليه يا دكتور الدايجنوستيك فاكتور سوري الريسك فاكتور ده هو او التريتمنت العلاج ده مثلا ليه بيشتغل، يعني ايه الميكانيزم اوف الاكشن بتاعه عشان تقول لي ان هو بيعالج المرض ده؟ انطرح في دماغك سؤال وانت عايز تعرف اجابته من نيو انفورميشن او انكوايري. تيتشنج اند كلينيكال ميتنج، واحد في مؤتمر وقاعد في اجتماع وبتاع، او تيتشنج استاذ، الاستاذ ذات نفسه والدكتور اللي بيشرح لنا ممكن وهو قاعد، ممكن ولد وهو قاعد قدامه يديله جمله او يديله حاجه تنور في دماغه بسؤال، يعني الدكتور ذات نفسه هو اللي يعني يبقى عنده سؤال في دماغه من جمله قالها الطالب بتاعه فيبقى عايز يبحث عنها. دي الكلينيكال براكتس بقى واحنا ماشيين بقى في المستشفى بتاعتنا دي، سواء في الامرجنسي سواء في الاي سي يو سواء في عيادتك ايا كان في اي حته، انت وانت ماشي كده صدفه وانت بتمر على المرضى ومش عارف ايه في الديلي كل يوم لقيت دايما 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 هيجي لك سؤال في دماغك. فبيقول لك ايه الكويتشن ايريا، ايه المناطق او الحتت اللي انا بسال فيها، يعني انا لما اجي اسال هتقول لي ايه؟ زي ما انا قلت لكم يا دكتور هو ايه سبب المرض ده، طب هو التريتمنت ازاي بيشتغل في علاج المرض ده، صح؟ طيب التست ده ازاي بنستعمله في الدايجنوزس بتاع المرض ده، يبقى انت بتسال على ايه؟ يا بسال على ايتيولوجي المرض. معلش انا عارفه ان انا ما بستعملش القلم كتير بس والله غصب عني اهو. اول حاجه يا اما بسال على ايتيولوجي، تمام، سبب المرض ايه، ممكن يكون انت السؤال اللي في دماغك هو سبب المرض ده ايه اصلا، هو ايه اللي يخلي الراجل ده يجيله كانسر مثلا، كان عنده كانسر في الـ في الـ في البريست وراح حصل كانسر في الـ في الاستومك، فاكرينه كان اسمه كيركنبرج تيومر لو تفتكروا، تمام، كان بيبقى مثلا في البريست ويروح يعمل ميتاستاسيس في الاستومك بقى وفي الاوفري وبلاوي زرقاء كده، معلش اصل انا لسه مخلصه نساء فحاجات طازه في دماغي. فمثلا انت تقول الله هو ايه اللي جاب الكانسر في الاوفري ده، ده سكندري ميتاستاسيس، جاي لك منين؟ جاي لي من الاستومك او جاي لي من البريست، خلاص. فده ايتيولوجي، تسال على سبب معين، يا اما بسال على تيست معين دايجنوستيك تيست، انت ممكن تسال على تيست هو ليه اعمل ستول اناليسس في الاتش بايلوري، لان الاتش بايلوري بتنزل، هي بتبقى موجوده في الاستومك وبتنزل في الستول، فانا اقدر لما اعمل ستول اناليسس الاقيها في الستول بتاعها،
صح؟ يبقى انا اديتك سبب ولا ما اديتكش، اديتك اجابه قصدي على السؤال ولا لا. يبقى ممكن نسال على دايجنوستيك تيست، ممكن نسال على ثيرابي او تريتمنت. بص بقى، في حته التريتمنت ده في منه 3 حاجات. التريتمنت ده بنسال على 3 حاجات، يا اما بسال على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الثيرابي يعني كلمه الثيرابي دي تحت بند 3 حاجات. يا اما بسال على تريتمنت، هل العلاج الفلاني بيعالج المرض ده، او بتسال على هارم يعني ايه السايد افكت، هل الدواء ده هو بيعمل السايد افكت الفلانيه، او بتسال على بريفنشن، هو الدواء ده انا بستعمله في البريفنشن في ان انا امنع المرض الفلاني. يبقى الثيرابي ده بيبقى تحت بند 3 حاجات، يا اما تريتمنت، يا اما الهارم اللي هو السايد افكت، يا اما بسال على بريفنشن. صح تمام. يا اما في الاخر بنسال على حاجه اسمها البروجنوستيك فاكتور. تمام. يبقى انا يا اما بسال على ايتيولوجي سبب مرض، يا دايجنوستيك تيست، يا بروجنوستيك فاكتور. يعني ايه بروجنوستيك فاكتور؟ يعني في ساين ظهر على العيان تقول لك العيان ده هو هيخف ولا مش هيخف. تمام. وفي ظهر، لو ظهر حاجه تانية على العيان تقول لك العيان ده هو حالته هتسوء. يبقى في حاجات ظهرت على عيان قدامي قلت ده لا العيان ده ما شاء الله ربنا كرمه والدنيا هتخف معاه والدنيا هتتحسن. في حاجات تانية ظهرت على العيان ساين تقول ده حالته هتسوء والدنيا مش لذيذه خالص معانا. يبقى دي البروجنوستيك فاكتور. يبقى دي الكويتشن اريا، ودي بيجي فيها سؤال يا شباب. ماشي، دي بيجي فيها سؤال مهمه، حتى انا كاتبين ايه، كاتبين هام جدا جدا جدا، بيجي فيها سؤال. انا بسال ايه على ايتيولوجي دايجنوستيك، افتكر دايجنوستس وبروجنوزس الاثنين مع بعض عشان لو انت عايز تسكم بروجنوزس وايه وبروجنوزس، يبقى دايجنوستيك تيست وبروجنوستيك فاكتور. وفي الاخر التريتمنت تحت بند ايه؟ 3 حاجات، تريتمنت، بريفنشن، سايد افكت، او ممكن تقول هارم. تمام تمام ان شاء الله. دي كده قصه قصيره ماشي، بتقول انا عندي طفل 4 سنين ماشي، هاد تمبريتشر عنده درجة الحرارة بتاعته بقت 40، developed febrile convulsion، هي درجة حرارته وصلت لأربعين درجة وهو طفل 4 سنين، دخل مني في convulsion، جاله تشنجات، جالي في الاي ار في الامرجنسي for the first time، ولأول مرة. في الأول مرة خالص treated conservatively، الكلمة دي يعني عالجناه مش بدواء، كونسير مش مهم نلغيها خالص، عالجناها بالكولد كومبريشن ماشي، او بالفومنتيشن اللي هو الكمادات الميه الساقعه ماشي. فبيقول لك احنا عالجناه في الاول بالكولد كومبريشن والباراسيتامول، ولقينا ان الولد خرج بعدها بساعات، يعني الدنيا جابت نتيجه معايا ولا ما جابتش. الحمد لله جابت نتيجه وربنا ستر على الولد. ف هنا بقى عايزين نشوف، هنا بقى بيقول لك ايه هي الكويتشن اللي ممكن تنط في دماغنا. فبيقول لك دي نوع انواع، على فكره الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا بنحكي مع بعض مش للامتحان، الامتحان انا بقول لكم دي امتحان. هاو فيفر كوزز كونفولجن، ازاي الفيفر دخلتني في كونفولجن، فده سؤال ممكن يجي في دماغنا، ازاي الفيفر دي عملت كونفولجن، ايه الميكانيزم، وليه اصلا الكونفولجن حصلت في السن ده، ده سن 4 سنين هو يجيله كونفولجن. طيب ايه الانفستيجيشن اللي انا ممكن اعملها وتشخص لو كان عنده مرض ما هو اللي عامل الفيفر وهو اللي عامل دخلك في كونفولجن، وايه هو البروفلكتيك تريتمنت عشان الراجل ده او الطفل ده ما يجيلوش كونفولجن مره تانية. تمام. فدي ممكن اسئله تيجي تنط في دماغك وانت بتبقى عايز حلها. صح. كاتب برضو هنا بيقول لك دي حاجات اكزامبل للكلينيكال كويتشن، برضو اسئله ممكن تنط في دماغك في اي وقت. هو كان بنفيت فروم السكرينينج، مين الناس اللي ممكن تستفيد من السكرينينج تيست، سكرينينج تيست مين الناس اللي ممكن تستفيد منه، ما انت يعني احنا بنعمله اصلا السكرينينج ده للناس النورمال ولا الديزيز ده، بس الناس النورمال صح، الناس العاديين كل الناس، والله انا لقيت فيهم بقى ناس ديزيز تمام، يبقى ربنا سترها ولقينا ناس ديزيز، لو لقيته نورمال خلاص بيروح بيته. صح، ما علينا سيبك من الحته دي. هو بيقول لك سؤال بيجي في دماغك، طيب وات ار ذا فاكتور كوزنج الانكفالوباسي، ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل لي انكفالوباسي، ده سبب، دي اسباب. يبقى انا بسال هنا على مين، بسال هنا على ايه، ايتيولوجي صح، في النقطه ده في السؤال ده مش بسال على ايتيولوجي،
صح، يبقى ادي الكويتشن اريا اللي انا بقول لك عليها. طيب هو انتو جيف استرويد اي في ان الازمه، امتى بدي استرويد في الازمه؟ يبقى انت كده بتسال على ايه؟ بنسال على تريتمنت، علاج اهو، صح. يبقى ادي الكويتشن اريا اللي احنا بنقول عليها، هاو داز الهيرت فيلير كوز الاسايتس. يبقى انت بتسال على ايه؟ بتسال على ايه هنا؟ ازاي الناس اللي عندها هيرت فيلير ازاي بيحصل لهم اسايتس؟ يبقى انا بسال على disorder او disease او مرض، يعني heart failure يجيله ازاي يحصل له ascites. يبقى انا بسأل ازاي cause، السبب، الاتيولوجي، صح. طيب هنا الحاجات اللي تحت دي ده كده تمام. هو بيوضح لي، فاكرين من واحنا صغننين، ارجع ورا 11 سنة ورا، ولا بلاش 11 سنة كتير قوي، ارجع 5 7 سنين ورا كده، ايام ما كنا في الابتدائي، يعني كنا بناخد حاجة اسمها ايه في الانجليزي؟ اداة الاستفهام، فعل مساعد، فاعل فعل، تكملة الجملة، صح. ازاي بننشئ سؤال؟ هنا برضو نفس الكلام، فين اداة الاستفهام بتاعتي؟ هاو، صح. هو ده الكويتشن روت، هو ده اداة الاستفهام اللي انا بسهل بيها. هتقولي ممكن يجي يسألك، ممكن يجيب لك سؤال ويقول لك فين الكويتشن روت بتاعك، تروح على اداة الاستفهام، فين هنا الكويتشن روت؟ الهو. فين الكويتشن روت؟ الوات، الهوين، دي كلها كويتشن روت، ماشي، اداه الاستفهام اللي احنا بنسال فيها. طيب فين الفيرب؟ فين الفيرب؟ الفعل، انت عندك فعل مساعد وفعل، صح. ادي الفعل المساعد، لو كان في داز، لو كان في ار، لو كان في از، لو كان في كان، برضو كان فعل مساعد، تمام. طب فين الفعل برضو التاني؟ ما هو فعل مساعد وفاعل وفعل، سيبك من الفعل ده، ارمي في الزباله، هات الفعل المساعد وهات الفعل، ما هو افعال اهو، بس ده اسمه فعل مساعد وده فعل. يبقى دي الكان والبنفيت ده فعل عادي، والكوزنج ده فعل عادي، والجيف ده فعل عادي، تمام. وهتقولي هنا الكوز برضو ده فعل عادي، ده الفيرب، ماشي. يبقى احنا عرفنا اداه الاستفهام او الكويتشن روت بتاعتي هي بتساوي اداه الاستفهام، الفيرب الفعل، يا فعل عادي اللي هو العادي خالص، يا اما بيبقى فعل مساعد، ولو في عندك الاثنين بتختار الاثنين، ماشي. طيب نيجي على تالت نقطة. تالت نقطة بتقول الحاجة بقى اللي انا بسأل عليها، انت ممكن تسأل على disorder، شيل بقى اللخبطة دي، انت ممكن تكون بتسأل على disorder يعني مرض ما، ممكن تكون بتسأل على تيست معين، او بتسأل على treatment. مش انا قلتلك ايه هي الاريا اللي احنا احنا قلنا كام اريا؟ 1 2 3 4، كام اريا؟ قلنا اول حاجة الاتيولوجي، ممكن اكون بسأل على سبب مرض ما، ممكن بنسأل على diagnostic test، احفظ معايا، ممكن نسأل على prognostic factor، ممكن بسأل على treatment او therapy، خلينا نقول بقى therapy، والثيرابي قلتلك تحت بند ثلاث حاجات، يا treatment يا اما prevention يا اما بيكون ايه harm او side effect. هو ده الجزء اللي انا بسأل عليه، ايه الحاجة اللي انا بسأل عليها؟ يبقى اداة استفهام، فعل مساعد، والفعل اللي هو الفيرب، والحاجة اللي انا بسأل عليها حاجة من اللي احنا قلناهم الاربعة دول، هما دول اللي في الخانة دي، تمام كده. ده ممكن يجي لك سؤال في ايه؟ يجيب لك سؤال زي ده مثلا كده، او زي السؤال اللي تحت ده كده، ويقول لك طلع لي الكويتشن روت، طلع لي الفيرب، طلع لي الديس اوردر او الحاجة اللي انا بسأل عليها، او التست او الديزيز او التريتمنت، على حسب السؤال في ايه، تمام؟ تمام ان شاء الله، ماشي. عايزة اعرفكم بس في الاول ان احنا عندنا نوعين من الكويتشن، نوعين من الاسئلة، في حاجة اسمها الباك جراوند كويتشن، غير اللون، بحب اغير في الالوان، ماشي، باك جراوند كويتشن، وعندي حاجة اسمها الفور جراوند كويتشن. الفور جراوند بقى، ماشي، كمل الجملة بس دي فور، تمام. فور جراوند كويتشن، ايه الفرق ما بين ده وايه الفرق ما بين ده؟ هنتكلم دلوقتي. الباك جراوند يعني شفت اللي هو بيديك حاجة عايمة عن الحاجة اللي قدامك، يعني سؤال عايم من الاخر، تمام. انما الفور جراوند ده هو بيسأل على حاجة سبيسيفيك، اوكي. يبقى الباك جراوند من اسمه باك جراوند، خلفية، يعني بيدي جنرال نوليدج عن الكونديشن اللي انت بتتكلم عليها. بيتكون من تو كومبوننت، ايه الكومبوننت؟ زي ما احنا قلنا اول حاجة الكويتشن، زي ما احنا قلنا اللي ورا ده هو اخو اللي ورا ده، ده هو ده، انا اسفة، معاناة.
الباك جراوند اهو، هو ده الباك جراوند كويتشن، ماشي؟ ده الكويتشن روت والفيرب والديس اوردر او الحاجه اللي انا بسال عليها. هو ده مين؟ هو ده اللي هو الباك جراوند كويتشن. تعال هنشوفه، هو بيتكون من تو كومبوننت، عشان ممكن يجي لك ده في الام سي كيو او ممكن يجيبه لك في ريتن. ده الريتن، ده الديفينيشن بتاعه، وتقول ان هو بيتكون من تو كومبوننت. اول حاجه الكويتشن روت والفيرب، هم عاملهم في حته واحده، ماشي؟ كويتشن روت زي ما انا قلت لك هي عباره عن اداه استفهام، وات، وين، هاو، هواي، هوير، هو، ايا كان اداه الاستفهام، ويز ا فيرب لازم يكون معاها فعل. طيب وايه النقطه الثانيه او الكومبوننت الثاني؟ الكومبوننت الثاني بيقول ان ممكن يكون حاجه من الاربعه اللي انا قلت لك، ان انت بتسال عن حاجه من اربعه، يا بسال على الايتيولوجي اللي هو ديس اوردر مثلا او ديزيز، يا ممكن اكون بسال على تيست سواء البروجنوستيك تيست او الدايجنوستيك تيست، او بسال على ثيرابي او تريتمنت من حيث اللي هم الايه زي ما انا قلت لك بيبقى تحت بند ثلاث حاجات زي ما انا قلت لك. تمام، اعرف بس الباك جراوند ده ايه، و لما يجيبهولك بيجيبهولك بقى اول ما بتلاقي اداه استفهام زي دي كده، ماشي؟ بتقول ان ده ايه، باك جراوند ايه كويتش. طيب هنا برضو دي برضو ملهاش اي 30 لازمه، ماشي؟ السلايد دي مالكوش دعوه بيها، بس بس هقراها لكم. يعني بيقولك الهاوس اوفيسر كويتشن، يعني دكتور واقف في الاستقبال او نائب، دي الكويتشنز اللي ممكن تيجي في دماغه، على عكس الكويتشنز بتاعت الكونسلتنت اللي بتيجي في دماغ الكونسلتنت، يعني دكتور استشاري وكبير وشعر ابيض، يعني احترم الشيبه برضو. فيعني ده راجل لسه شاب صغنن في مقتبل العمر، وده راجل يعني عجوز ويعني اكيد عنده خبره، فاكيد اسئلته دسمه يعني. فلما نقول الهاوس اوفيسر كويتشن، هاو افكتيف از ذا يوز اوف الكولد كومبريشن از بريفنتنج الكوفالج، يعني هو لما يجي يسال يقول لك الكولد كومبريشن يعني افكتيف قد ايه في انها تعالج الكونفالجن. هي مش هتعالج الكونفالجن، هتعالج الفيفر، والفيفر لما تقل الكونفالجن هتقل. تمام، ده سؤال ممكن يطرح نفسه من دماغه، يعني بيقول لك ده دماغ الناس الصغيره ودي دماغ الناس الكبيره. دماغ الناس الصغيره تقول السؤال ده، does early treatment of the fever reduce the occurrence of the convulsion among the febrile، يعني دي بيقول لك دي زي ما بقول لكم كده، دي اسئله الناس الصغيره ودي انا اسئله الناس الكبيره. تعال نشوف اسئله الناس الكبيره بقى، اللي هو الكونسلتنت بيقول among children with high fever، ماشي؟ ما بين الاطفال اللي عندهم هاي فيفر، هو هاد فيبرايل كونفالجن كومبيرد تو ذوز وذاوت كونفالجن، وات از ذا انكريزنج ريسك اوف فرذر كونفرجن. يعني شوف حتى السؤال تحس ان هو رخم، يعني هو بيقول لك ايه، من بين الناس اللي عندهم هاي فيفر مين الناس اللي عندهم فيفر بيجي لهم كونفالجن، ومين الناس اللي ما بيجيلهاش كونفالجن، صح كده؟ بس هو عايز يوصل لك النقطه دي، انا عندي طفلين الاثنين عندهم فيفر، مين اللي بيجيله كونفالجن ومين ما بيجيبهوش؟ بس فهو سؤال رخم فعلا، ما علينا، يستاهل ان يجي للناس الكبار الشيبه. طيب قلت لك النوع الثاني من الكويتشنز اللي هي الفور ايه، الفور جراوند، اللي هو بيكون سبيسيفيك نوليدج، انا بسال على حاجه معينه. تمام، ان الادلت ويز الهيرت فالير هو ار ان ساينس ريزم would adding warfarin to standard therapy reducing morbidity or mortality for thromboembolism. هنا بيسأل على ايه معين؟ بيسأل على حاجة معينة، يعني مش حاجة عامة، يعني بيقولك الناس اللي عندها heart failure، هل انا لو اديت warfarin اهو دواء معين اهو، هيقلل الموربيدتي والمورتاليتي بتاعت الثرومبوامبوليزم؟ في حاجة بقى have four essential component، دي اللي انا عايز اعرفها بقى. يعني هنا هفهمك بقى، هنفهم النقطة دي بتيجي ازاي. بص يا سيدي، انا عندي حاجة اسمها البيكو فورمات، بيكو BICO، بيكو فورمات. يعني ايه بيكو؟ البي ترمز لكلمة patient، والاي الانترفنشن، والسي comparison او control، والاو الاوتكم. ايه ده، انا مش فاهم حاجة، هفهمك. احنا عندنا سؤال زي ده، تمام؟ عايز اطلع منه، تعالى نلعب لعبة، دي اللعبة اللي احنا نلعبها بقى، دي اللعبة هنقعد نلعب بقى، دي اللعبة اللي هنلعبها. البيكو ده انا كنت بحبه جدا، ونص الامتحان بيجي في البيكو عشان تبقى انتوا عارفين، سواء ميت او فاينل هتتدربوا عليه في الراوندات كتير قوي 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 قوي، وفي محاضرة كاملة عن البيكو بامثلتها قوي كتير قوي. فالبيكو دي لعبة، ايه لعبة؟ طبعا على فكرة بيكو فورمات اللي هو البيكو باب ميت اصلا، ده ويب سايت، ده موقع بتخشوا عليه، بيديك ده من ضمن الايفيدنس بيزد ميديسن، بتطرح اي سؤال انت عايزه، بيبقى فيه الخانه بتاعه البي، والخانه بتاعه الاي، والخانه بتاعه السي والاو، بتحط الخانه، هقول لك بقى ايه الخانات دي بترمز لايه.
زي ما احنا قلنا اول حاجه البيشنت، انت قدامك سؤال او مطروح في دماغك سؤال. مثلا لو هنمشي على السؤال اللي فوق بتاعنا ده، ان الادلت ويز هيرت فيلير، فين البيشنت اللي عندك؟ انت شايف من راس السؤال مين البيشنت، مين الناس المرضى في المرضى السؤال. احنا بنسال على مين دلوقتي؟ مين الناس المريضه؟ الناس اللي عندها هيرت فيلير. يبقى بنكتب في خانه البيشنت البي الناس اللي عندها هيرت فيلير. تمام. هو ار ان ذا ساينس ريزم، مالناش دعوه بالكلام ده. وود ادينج الوارفرين تو ستاندرد ثيرابي ريديوس الموربيديتي والمورتاليتي فروم الثرومبوامبوليزم، فين الانترفينشن اللي انت دخلت بيه؟ الاي الانترفينشن، الانترفينشن يعني الحاجة اللي انا دخلت بيها، الحاجة اللي انت عملتها، الدواء اللي انت استعملته، التست اللي انا هعمله، العملية اللي انت هتعملها. انت بتقارن دلوقتي ما بين الاي اللي هو الانترفينشن، الحاجة اللي انت عايز تقارن بيها او بتسأل عنها، والسي اللي هو الكنترول، الحاجة المقابلة ليها، الكمباريزون اللي بتعمل مقارنة بيها. احنا بنتكلم على الولفرين، يبقى الانترفينشن اللي انا دخلت بيه مين؟ هو الولفرين، صح كده؟ صح. والسي اللي هي الكومباريزون، كومباريزون انت بتقارنه بايه دلوقتي؟ انت بتقول انا لو حطيت الورفرين بجانب الستاندرد ثيرابي بتاعهم يبقى الكومباريزون بتاعهم هنا، الكومباريزون بتاعهم ثواني ماشي، الكومباريزون اللي بتاعهم هنا خلينا نقولهم تاني، البي اللي هو البيشنت، والاي الانترفينشن، والسي كنترول او الكومباريزون، والاو اوتكم. احنا قلنا البيشنت الناس اللي عندها هيرت فيلير، والاي الناس اللي عندها الانترفينشن، اللي انا قلت لك الورفرين احنا دخلنا لهم بورفرين. ممكن الناس الكومباريزون انت ممكن تكتب بلاسيبو، او ممكن بلاسيبو ده يعني الدواء الثاني او المقابل او الحاجه الستاندرد لو فيه هو كاتب لك وورفرين تو ستاندرد ثيرابي. هو انا مش بقارن دلوقتي بالستاندرد ثيرابي، انت بتقول انا لو حطيته على الدواء الثاني، فممكن تكتب بلاسيبو او ممكن تكون نوت الورفرين او نو ورفرين لو ما حطيتش الورفرين بتاعي، او تكتب بلاسيبو وتسكت. والاول اوتكم اللي انت عايز توصل لها ايه هي؟ هل بيحصل ثرومبوامبوليزم ولا لا؟ ثرومبوامبوليزم بمجرد ما تملى البيانات، انت عندك خانه للبي والاي والسي والاو، بمجرد ما تملى البيانات زي ما انا مانتها كده هناك في الويب سايت على تليفونك كده، وتقوم ضاغط مثلا تقريبا سبمت او حاجه زي كده، المهم يعني او موافق او اوكي او اي حاجه، هيظهر لك النتيجه بتاعه السؤال بتاعك، يقول لك ايوه. مثلا في النتيجه تقول لك ايه؟ عندك بقى بيبرز كتيره اتكلمت عن الموضوع ده، البيبر الاولانيه بتقول ان فعلا الورفرين هيحسن مش عارف ايه، البيبر الثانيه بتاكد الموضوع، البيبر الثالثه بتقول كذا، البيبر الرابعه ما وصلتش للنتيجه، البيبر الخامسه وصلت. هتلاقي من معظم البيبرز مثلا وصلت لنتيجه معينه، يا بالرفض يا بالقبول، صح يا نعم يا لا، يا اما فعلا بتوقف وتحسن الثرومبوامبوليزم، يا اما لا ما بتعملش حاجه او بتسوق الوضع اكتر. فهتلاقي النتيجه بتاعتك واجابتك للسؤال. هو ده الفور راوند كويشنز اللي احنا بنتكلم عليه، ما هو الا عباره عن بيكو فورمات او بيكو بابمت، برضو هتتدربوا عليه اكتر واكتر في اللي بتاع. انا اللي يهمني دلوقتي ان في سؤال جالنا في الميد وفي الفاينل، اول حاجه ده غير بقى الامثله زي ما انا قلت لكم كده، بيجيب لك راس سؤال مثلا فوق كده، سؤال زي اللي كان مكتوب ده، ويبدا بقى يقول لك البي هنا بترمز لايه في السؤال ده، فتقول له البي اللي هم البيشنت الناس، الفئه اللي بيسال عنها هنا الناس المرضى اللي عندهم مثلا سكر، اللي عندهم بيبتيك ألسر، اللي عندهم هيرت فيلير، الناس اللي عندها مايوكارديال انفراكشن، على حسب السؤال اللي هيجي لك. الاي في السؤال ده فين؟ الاي في السؤال اللي جايبه لك ده الانترفينشن. الاول اوت كام في السؤال ده غالبا ما بيسالكش على كنترول ولا بلاسيبو الا اذا كان عندك دوايين، يعني ممكن يجيب لك دوايين الورفرين مثلا مقابل دواء تاني، فيقول لك مين هما الكومباريزون او الكنترول، هتكتب الدواء التاني. فاهميني؟ مهمه جدا جدا جدا، ده محاضره كامله قايمه على البيكو فورمات ده وعلى البيكو باب ميد، ومش بس كده، ده كل الراوندات هتبقى ماشيه بالاسلوب ده. بيكو هتلاقوا انتوا هتوصل من كتر التكرار هتحفظوها، البي يعني بيشنت، الاي الانترفينشن، السي كنترول او كومباريزون، الاول اوت كام. لعبه جميله. البيشنت او البروبلم المشكله اللي عندك، او البوبيوليشن او البارتيسيبيانت، المهم البيشنت اللي قدامك. كان نفسي تحط اكتر من مثال، بس للاسف اللي عامله الداتا مش انا، هي واحده زميلتنا يعني، فهو مش حاطه يعني كذا مثال. كان نفسي احط لكم امثله كتيره وكنا نلعب يعني، كنتوا هتستفيدوا. سيبك بقى من دي، ملهاش اي 30 لازم، ملكوش دعوه بيها. طيب في المثال برضو، المثال هو كاتب، ادي المثال بتاعنا اهو اللي تحت ده، بيقول لك ان ذا فيبرايل كيدز
ماشي. في برايل كيدز اطفال صغيرين عندهم ايه حرارة؟ does الكولد فومنتيشن، هل لو انا بصوا بقى اهو، هل لو انا استعملت كولد كومبريشن، خد بالك في برايل كيدز بتحط ايدك على الكي ووردز بتاعتك. اول حاجة في برايل كيدز ده تنور في دماغك هم مين؟ هم البيشنت، صح كده؟ الكولد كومبريشن دي الحاجة اللي انا دخلت بيها، دي حاجة جديدة وعايزة اقارنها بمين؟ بالباراسيتامول. بالباراسيتامول دي رقم 2 ودي رقم 3. بريفنتل في برايل كونفولجن يبقى دي رقم 4. يبقى دي مثال اهو، فين البيشنت الناس اللي انا بتكلم عنهم اللي هم الاطفال اللي عندهم حراره في برايل كيدز اهم. طيب الاي اللي انت اتدخلت بيها الكولد كومبريشن، صح، اللي هو ان انت تحط كمادات ميه ساقعه. كومبيرد او كومباريزون بتقارنه بمين؟ انت بتحاول، انت السؤال بينور في دماغك، هل في برايل كيدز ده كولد اللي انا هعمل لهم كولد كومبريشن مقارنه من ان انا ادي لهم باراسيتامول ده هيمنع الكونفولجن ولا لا؟ انت مش عارف، فبتحط بقى في البيكو وبتسأله هو، وهو هيجاوبك. الاي زي ما انا قلت لكم دخلنا كولد كومبريشن، السيك باراسيتامول، الاو بريفنت البريفنشن اوف الفيتس، او اللي هو تكتب كونفولجن وخلاص. تمام تمام وتضغط اوكي ويطلع لك النتيجه. تمام، قلت لك هيجي في الامتحان نظام ايه؟ على فكره السؤال ده بيجي في الامتحان كتير قوي، السلايد دي، السلايد دي تيجي في الامتحان كتير جدا، السؤال ده بيجي في الامتحان. ماشي، يعني اعرفوا الامثله اللي عليكم واسئله، والامثله بتكون واضحه لان في امثله هيصعبوها. شفتوا هو، شوفوا من كتر سهولته في برضو حاجات صعبه ورزله، في انك مش عارف تحدد البيشنت، مش عارف تحدد الانترفينشن اللي دخل بيه، يعني انتوا هتلاقي فيه صعوبه، الموضوع مش بالسهوله قوي كده، بس اللي في الامتحان بيجيب لك بالسهوله قوي دي عشان ما بيحبش، كان ما بيحبش يصعبها علينا، كان الله اعلم بقى دلوقتي. ما علينا، هو صعبها في الفاينل بس عشان يحقق الكيرف، يعني هو كان بيحب الكيرف قوي، يقول لك انتوا ما حققتوش الكيرف، الكيرف ده اللي مش مهم، مش هنخش في تفاصيل حاجه مش علينا، بلاش تعرفوا يعني ايه كيرف، وانت هتعرفوه معايا، هتعرفوه مع دكتور محمد. ايام البيكو فورمات اهو، برضو ده مثال تاني، مثال تالت اهو، بيقول لك ان ذا فيبرايل كيدز، عيني على مين؟ على الناس البيشنت. does a temperature الاطفال اللي هم التمبريتشر فوق ال 40، ماشي، اور او اكتر من 40. compared to الاطفال اللي تحت 40، يبقى الاطفال فوق 40 والاطفال تحت. increase the risk of getting febrile convulsion، هيجيلهم convulsion اهو، مش ده ولا حاجه، هو بيقارن ما بين حاجتين. فين وجه المقارنه؟ الانترفينشن اللي هو اول حاجه، وبتقارنه بالتاني اللي هو الكومباريزون الاقل من 40، ده اكتر من 40، والبيشنت هم الفبرايل تشيلدرن او كيدز، والديفلوبمنت سيبك، هو بيسال دلوقتي على ايه؟ كونفولجن، ماشي، بيسال على الكونفولجن، او ممكن تكتب ديفلوبمنت اوف الفيتس، بس غالبا انت بتكتب الحاجه اللي موجوده عندك في السؤال، الكونفولجن، انت بسال على الكونفولجن. تمام، عرفنا كده، ان شاء الله تكونوا فاهمينها. يعني احنا كده خلصنا يا جماعه، خلصت المحاضره خلاص. نحل بس الأسئلة اللي موجودة عندنا. بيقول لك الـ evidence based medicine is an important amount of the knowledge that should be reviewed regularly to avoid forgetting it. أكيد false طبعا، أنا مش محتاجة، أمال هو إيه فايدته؟ مش أنا قلت لك الـ evidence based medicine أنا أصلا بلجأ له علشان أنا مش قادر أواكب كمية الجورنال والبيبرز اللي عمالة تتنشر كتيرة، وأنا مش عارفة أواكب كل ده لوحدي، صح ولا لأ؟ اكيد صح. فهو بيمكنك من الحته دي، انت وقت ما هتخش هتلاقي المعلومه، وقت ما هتخش هتلاقي المعلومه، مش محتاج ان انت بقى كل شويه تراجعه ريجولارلي. تمام، الايفيدنس بيزد ميديسن براكتس از ديبندنج اونلي اون ذا بيست افيلابل اكسترنال كلينيكال ايفيدنس فروم سيستماتيك ريسيرش. لا غلط طبعا، فولس. ليه بقى؟ احنا قلنا ان بيعتمد على ثلاث حاجات، بيعتمد على السيستماتيك ريسيرش، وبيعتمد على الاكسبيرينس الخبرة، وبيعتمد على الفاليوز والاكسبكتيشن بتاعت الايه؟ المريض. تمام، فهو اونلي دي هي اللي خلت الاجابة فولس. بيشنت ايه؟ بريفرنس اند فاليو، البيشنت فاليوز ار امبورتنت بارت في الافكت، بتأثر على البراكتس بتاعت، اكيد صح بتأثر، انا لسه بقول لك اهو. تمام، اكيد بتأثر. مين هما الفايف ايز بتوعنا؟ وده سؤال مهم هيجي امتحان، هيجي، مش بقولك ممكن، لا ده هيجي في الامتحان. ماشي، ايه هما بقى بالترتيب؟ بالترتيب يا شباب،
ask acquire appraise apply assess. شوف انا حافظاهم ازاي، حافظاهم والله من ساعة المديول اهم بالترتيب بالترتيب مش اي ترتيب. ask acquire الاول بسأل سؤال وبعدين بكتسب معلومات، انتقد اطبق وقيم في الاخر، مفيش حاجة بتسبق التانية. طيب ده سؤال بقى للبيكو بي اي، نكتب الاول معلش بي بي اي سي او تمام عشان نعمل براحتنا كده وبعدين نروح نختار. بيقولك ده السؤال اهو، ارمي الاختيارات دلوقتي مالكش دعوه بيهم. اللي تشايلد ويز ابدومينال بين، يبقى فين البيشنت بتوعي؟ تشيلدرن صح كده، اللي تشيلدرن يبقى اللي تشايلد او اللي تشيلدرن اللي عندهم ابدومينال بين. عايز تكتب اللي عندهم ابدومينال بين ماشي. was found to be positive in H. pylori stool and A antigen test. طيب his mother think if ال H أمه بقى بتسأل هل ال H. pylori ده بيعتبر risk factor للأبدومينال بين؟ يبقى ال I ال intervention دلوقتي انت بتسأل على ايه؟ احنا بنسأل دلوقتي هل ال H. pylori يعتبر risk factor للأبدومينال بين؟ يبقى فين ال outcome اللي هو الأبدومينال؟ يا لهوي ماشي كله في ده سنة خمسة. يلا احنا قلنا للتشايلد صح او للتشيلدرن ده السؤال اللي احنا بنتكلم فيه، وقلنا ان انا بسأل دلوقتي وجه المقارنة للتشايلد وبعدين قلت لك ايه اللي انا هخش بيه الاتش بايلوري، الناس اللي عندها اتش بايلوري. الام بتسأل هل الناس اللي عندها اتش بايلوري تعتبر ريسك فاكتور ان يجي لها ابدومينال بين؟ يبقى الكومباريزون الناس اللي ما عندهاش، الناس اللي ما عندهاش اتش بايلوري، الاوت كم الابدومينال بين، الابدومينال بين خلاص. يبقى مين البيشنت؟ الاطفال الطفل تشايلد بتسال بتقول هل الاتش بايلوري ده بيعتبر ريسك فاكتور الابدومينال بين؟ يبقى فين الاوت كم الابدومينال بين. الاي الانترفينشن لو مش عارف الانترفينشن او السي خش على الخطوه اللي بعدها، هتلاقي نفسك بتجيب الاوت كام لوحدك وبعدين الحته المتبقيه من السؤال هتلاقي هي الانترفينشن والكومباريزون. يبقى اللي تشايلد هل اللي عندهم اتش بايلوري مقارنه بالناس اللي ما عندهاش اتش بايلوري بيجي لهم ابدومينال بين ولا لا؟ بابمنت تضغط اوكي يجيب لك النتيجه، له علاقه ولا معلوش؟ تعالى بقى نشوف، ادي البي اللي تشيلدرن، الاي الانترفينشن ويز نو اتش بايلوري، لا انا عايزه الاي اتش بايلوري children والاي اتش بايلوري كومباريزون الناس اللي ما عندهاش، ان هي بتسال على الناس اللي عندها اتش بايلوري، ده وجه السؤال ده الانترفينشن اللي انا دخلت بيه تمام. يبقى الاجابه هتبقى برقم A تمام كده. واخيرا ثانك يو يا شباب، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انتم تكونوا استفدتوا سواء في المحاضره الاولى او المحاضره الثانيه. سريعا 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 والله مش هقدر هعدي بس على السلايدز كده المهمه اللي انتوا المفروض تعملوها، السلايدز دي مهمه جدا لو جات لكم في الريتن او حتى في الام سي كيو، سلايد دي مهمه مهمه مهمه، دي مهمه 100 مره، دي لا دي لا دي جدا ماشي مهمه جدا، دي ملهاش اي 30 لازمه ولا دي، وده مهم لو جه بس يسالك ايه الكويتشن، يجيب لك سؤال فين الكويتشن روت، فين الفيرب، فين الديس اوردر او التست او الحاجه اللي انا بسال عليها، وده برضو ممكن يجيبه لك في ريتن او ممكن يجيبه لك في الام سي كيو. خلاص الباك جراوند كويتشن بيكون من تو كومبوننت، ايه هما التو كومبوننت بتوعك؟ برضو دي ملهاش لازمه. الفور جراوند لازم تعرف ان هو سبيسيفيك وان هو بيكو، وتعرف ايه هي يعني ايه بيكو اصلا، البي بترمز لايه والاي والسي واليو والاو. ولما يجيب لك سؤال او دي ملهاش لازمه، لما يجيب لك سؤال او راس سؤال زي ده كده زي ده كده ازاي تحطه في البيكو فورمات تمام، وازاي تبحث عليه في الباب ميد، هتبحث عليه في الباب ميد، والكلام اللي انا بقوله لك ده الطلاسم اللي انتوا شايفينه طلاسم هتلاقوه في الراوندات اوكي باذن الله تعالى. يعني ده برضو سؤال اهو وعملته لكم على البيكو ودي الاسئله اللي احنا جاوبنا عليها. ثانك يو يا شباب وربنا يوفقكم يا رب ويجعل كل حاجه سهله تحت ايديكم يعني، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. شكرا يا جماعه.